أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبور. تعرض لاعب المنتخب الوطني التونسي يوسف المساكني إلى إصابة على مستوى الركبة خلال مباراة فريقه العربي في مواجهة أم سلال في الجولة 7 من دوري نجوم قطر، وتم استبدال المساكني في الدقيقة 67 بعد إصابته أثر تدخل عنيف من لاعب أم سلال. في انتظار تحديد مدى خطورة الإصابة ومدة الراحة اليوم مع طبيب الفريق والكشوفات الطبية، موضوع يبقى للمتابعة. محليا تسحب اليوم الاربعاء قرعه رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى للموسم الرياضي 2022-2023 بداية من 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم. سيتم اعتماد نظام المرحلتين في البطولة، حيث تدور المرحلة الأولى وفق نظام المجموعتين، ثم اعتماد نظام مرحلة التتويج لتحديد البطل ونظام البلياوت لتحديد الأندية التي ستنزل إلى الرابطة الثانية. وسيتم تقسيم 14 فريق إلى زوز مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 7 فرق. التأمت اليوم أمس في مقر ولاية المنستير جلسة عمل استعدادا لمباراة فريق عاصمة الرباط وضيف الجيش الرواندي يوم الأحد 18 سبتمبر في ملعب مصفى بن جنات لحساب إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وقد تم تخصيص 8800 تذكرة للمباراة في انتظار تحديد أسعارها. يشار إلى أن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الرواندي بهدف لصفر، وسيدير طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال الجيد مباراة الإياب. على اثر قرار لجنه الاستئناف الصادر البارح القاضي بنزيل نجم المتلوي للرابطه الثانيه، قرر المدرب اقبال الرويت بالانسحاب بصفه رسميه من تدريب الفريق. واصدرت لجنه الاستئناف بالجامعه التونسيه لكره القدم قرارها القاضي بابقاء امل حممسوسه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مقابل نزول كل من ترجي جرجيس ونجم المتلوي للرابطه الثانيه. أعلن المستقبل الرياضي بسليمان عن تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي خليل الجنيشي على سبيل الإعارة لموسم قادم مع الترجي الرياضي التونسي. يواجه الملعب التونسي اليوم الأربعاء جمعية أريانا في مباراة ودية احتضنها مركب الهادي نايفر بباردو بداية من الأربعاء متاع العشية. وتأتي هذه المواجهة الودية في إطار تحذيرات البقلوة لانطلاق سباق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الشهر الجاري. أعلنت إدارة نادي الإسماعيلي المصري بشكل رسمي تعاقدها مع المهاجم التونسي فراس شواط بعقد يمتد إلى 3 مواسم، ومن المقرر أن ينضم شواط إلى تدريبات الفريق خلال فترة الأعداد بعد اجتياز الاختبار الطبي بنجاح. من كرة القدم، البدل اختصاص كرة اليد تحتضن مدينة الحمامات فعاليات الدورة 37 للبطولة العربية للأندية الأبطال من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، وفي دورة مرشحة لكأس العالم للأندية اللي ستنتظم بالسعودية في شهر أكتوبر 2022، ويمثل تونس في هذه المسابقة كل من الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. في كرة السلة، في إطار التحذيرات استعدادا للعودة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة السلة تتلعب اليوم مقابلة ودية بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان تجمع بين شبيبة القيروان والدالي الرياضي بجرومباليا بداية من 55 العشية. في الرياضة العالمية، دارت البارحة الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الأبطال الأوروبية فيما يلي النتائج. فيكتوريا بلزنا التشيكي ينهزم أمام إنتر ميلان الإيطالي هدفين مقابل صفر. سبورتينغ لشبونة البرتغالي يفوز على توتنهام الإنجليزي هدفين مقابل صفر. ليفربول الإنجليزي يفوز على أجاكس أمستردام الهولندي هدفين مقابل هدف. بورتو البرتغالي ينهزم أمام كلوب بروج البلجيكي 4 أهداف مقابل صفر. باير ليفركوزن الألماني يفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني هدفين مقابل صفر. بايرن ميونخ الألماني يفوز على برشلونة الإسباني هدفين مقابل صفر. وأخيرا مارسيليا الفرنسي ينهزم أمام أندراخت فرانكفورت الألماني هدف مقابل صفر. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية. من فوائد ممارسة الرياضة تحسن تدفق الدورة الدموية وتنظم مستوى الكوليسترول في الدم، تعمل على تعزيز مستويات الطاقة وتجديد النشاط والحيوية. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطام. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.